مش عارفة ابوكو متأخر كده ليه؟ ايه اللي خلاه يروح القهوة من برا برا؟ يما عملي معروف، ده بيقولوا اللجنة بتحجج مع سليمان افندي. واني مالي ومال سليمان افندي بتاعكم ده؟ انا بتكلم على ابوكي، عايزاه يجي يشوف له صرفة مع جلال افندي والبرنسيسة بتاعته دي. اما الناس بتقول. قولي يا اختي قولي، ما انت رامية ودانك على طول. قولي جازي انت ايه، حلزونة نازلة كلام، اخرصي بقى. قولي يا بت انتقي فجعتي مرارتي. قولي يوه، ابويا كمان هيحججوا معاه، ومش بس ابويا، وعمي جلال والبشمهندس كمان. اباه وابوكي هيحججوا عليه. الناس بتقول. اسكت يا جازي اعملي معروف. اسكت انت وحطي لسانك في خشمك، اخرصي. قولي يا بت عايز اعرف. ايوه يا ام، لازم تعرفي عشان تنسي حكايه حسن وسعديه وتقفي جنب ابوي لغايه لما حكايه التحقيق دي تخلص على خير. ها ليه، هو في حاجه كمان اكتر من التحقيق؟ ايوه يا ام، فيها سجن. يا لهوي يا سعديه، ابوك يتسجن؟ ايوه يا ام، الله يخليكي ما تفتحيش مع ابويا كلام اليومين دول. يا حمتي يا تسوق، يا عيني عليك يا اخوي، هم هيفضلوا وراك وراك كده على طول. بقى انت عاطف، سمعت الكلام ده من الواد اللي اسمه محروس؟ وما فهمتوش يا بابا. في اي حال الواد البلطجي ده ما قالش حاجه يعني تختلف عن اللي بتقوله اللجنه اللي بعتها الشركه من مصر. نفس الكلام، هم رخرين بيقولوا ان احنا بنسرق الديناميت واسطوانات الكربون. نفس الكلام اللي بيقوله الواد محروس ده اللي هيجنني، لانه ده معناه ان الراجل اللي اسمه سيرباكس ده زي ما هو واصل جوه رجالتنا في المنجم، ناثت برضه جوه اللجنه اللي بعتها الشركه. جلال انا عاوز اكلمك. استني بس يا هانم، لما نشوف اخرتها مع اللجنه اللي جايه من اخر الدنيا عشان تشكك في زمم الناس الشرفة وتهددنا بدخول السجن. لازم امشي دلوقتي واعمل زياره لاخونا سليمان افندي، هطمن على الراجل بعد التحقيق اللي اتعمل معاه النهارده. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وانا هتعشى وحصل حضرتك يا بابا. الله، هو في ايه يا اولاد؟ في حاجه يا عاطف انت عارفها انا مش عارفاها؟ في ايه يا فاطمه، حد يفهمني. يا ماما، عم سليمان افندي اكيد مظلوم، وبابا لازم يقف جنبه في الظروف اللي زي دي. يعني سليمان افندي اهم من اخوك؟ ماما اركني موضوع سعديه وحسن ده شويه. عشان ايه بقى؟ عشان بابا طبعا. عاطف، ما هو لو سليمان افندي معرفش يثبت للجنه انه صح، بابا وعم تسوقي هيروحوا في الرجلين. وانا بقى متاكد ان عم سليمان ده راجل نزيه. اه راجل حقاني، وان شاء الله ربنا هيخلصه من عمايلهم، وانا مش هسكت. رايح فين يا عاطف انت كمان؟ ايه ده؟ هو انا بنتي بيتهد وانا مش عارفه ولا ايه؟ ما تقولي لي يا فاطمه اعمل ايه يا بنتي؟ نفكر بس الله يخليكي من غير عياط. انت هتخبي على بنتك حبيبتك وصاحبتك؟ هو احنا بقى في بينا اسرار؟ انت مش دايما تقولي على كل حاجه؟ تصبح على خير يا فوزية يا بنتي، روحي نامي، أنا هنام هنا. لا 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 لا، طب مش لما تتعشى الأول؟ مش هتعشى، مش هتعشى. آه ده الحكاية جد، وأنا لازم أعرفها. بابا إن ما كنتش تقول لنا هتقول لمين؟ اللجنة، اللجنة يا فوزية يا بنتي طلعت شغلي كله غلط. 35 سنة، 35 سنة يا فوزية يا بنتي بشتغل في المنجم، محدش مسك عليا غلطة واحدة. اشتغلت بتاع حسابات وصراف وبشكاتب ومخزنجي، وفي الاخر يجي واحد زي سهان ويقول عليا حرامي. بعد الشر عليك يا بابا، ده انت الشرف نفسه. انت بتقولي كده عشان انت بنتي حبيبتي؟ لا يا بابا، انا بقول كده عشان عارفاك كويس، والناس هنا كلهم عارفين كده.
فوزية يا بنتي. سيبيني، أنا عايز أقعد هنا لوحدي. أسلمان يا فندي. يا ساتر. سليمان افندي، رئيس السوق عايز يتكلم معاك كلمتين وانا كمان. اتفضلوا، اهلا وسهلا. يا اهلا بيك، يا اهلا بيك. اتفضلوا. شفت بقى يا بابا الناس هنا بتحبك قد ايه؟ يا اهلا، يا اهلا بيكم. اهلا بيك، اهلا بيكم. روح اعمل الشاي فوزية. ما عايزين الشاي، قلبنا انقطع من كتر الشاي طول النهار. خلاص حضري له امها. انا يا بابا عامل حسابك ان شاء الله. اتفضل. اتفضل اتفضل. يا راجل كلمتين من الوقت بتاع البنطلة يعملوا فيك كده؟ ده بيخوني يا رئيس السوق. الكلام اللي بيقوله الباشمهندس هاني ده واحد محفظهوله. يعني ايه يا عشان؟ واحد مفطنه وقايل له الكلام ده. اسمعوا يا اخوانا، اللي ورا قطع خراطيم الهواء واللي ورا الديناميت اللي اتحط في المنجم هو اللي هو مين يا عيسى؟ هو اللي ورا الكلام اللي بتقوله اللجنة دي ذات نفسها. السلام عليكم يا سليمان افندي. يا اهلا بالرجاله. اهلا بيك. اشكر يا عيسى. اتفضلوا. اهلا وسهلا. احضرنا رايد جلال. شوفوا الواد عيسى ده بيقول ايه. ملوش لزوم. الاهم دلوقتي ان هاني بيه بيتهمنا احنا بالسرقه. بيقول انه في شويه غلطات كده موجودين في دفاتر سليمان افندي. انا عمري ما غلط يا ريس جلال، وانت عارفني كده كويس قوي. على اي حال مش ده المهم. مش مهم الغلطات اللي بيتكلم عنها هاني بيه في دفاتر سليمان افندي، ولا ان احنا قال ايه سرقنا شويه خام. احنا بعد العمر ده كله بنسرق شويه خام، نعمل بيهم ايه ولا نوديهم فين؟ امال ايه دور يا ريس جلال؟ نورنا الله يرضى عليك. الظاهر بقى انهم عاوزين يقفلوا المنجم. يقفلوا المنجم؟ اروح فين بعيالي؟ ليه يا بخت؟ ليه يا بخت بين البخوت لبخت؟ يقفلوا المنجم؟ ومين يا ريس جلال من مصلحته قفل المنجم وقطع رزق العمال؟ هو ده بقى السؤال اللي لازم احنا ندور له على جواب. انا عرفته يا ريس جلال. عيسى انت جدعان؟ راح فين الواد ده؟ الحق سوء يعمل معروف في الصهر. الواد ده راح ناحية التلاجة. سلباجس؟ ايوه. انا عيسى استنى عمر. رايح فين انت الاخر؟ ايه يعني؟ ايه ناقصك انت كمان؟ خليك يا سيدي في حالك. احصله؟ لا مالكش دعوة، خليك انت في حالك. انا هروح احصلهم، هستناهم على القهوة. سلام عليكم. الله، امال فين يا رجاله يا بابا؟ مش عارف راحوا فين. ظهر ابوك بقى خرده زي المنجم اللي عايزين يقفلوه. هما مين دول يا بابا اللي عايزين يقفلوه؟ هما مين وليه ولصالح مين؟ واللجنه اللي جايه ومعاها تقريرها من قبل ما تشوف حاجه جايه ليه ولصالح مين وليه ومين اللي ورا ده كله؟ مش عارف.